انا زوجة ام عبد الرحمن، زوجة المهندس محمد مجدي محمد طلب عبد الرحمن المعتقل. هو كان اول مرة اعتقل 14/8 يوم فض رابعة، قعد 6 شهور، قضى 6 شهور، وكان متلفق له حوالي 11 قضية. من ضمن القضايا اللي كانت متلفقة ليه حرق المديرية اللي هو كان الرئيس بتاعها، مديرية الطرق والنقل بالفيوم. والمديرية أول العلم يعني المديرية دي كانت اتحرقت الساعة، هو اتخذ الساعة 12 الظهر، كانت المديرية اتحرقت الساعة 11 بالليل، ودي كانت من ضمن القضايا اللي كانت متلفقة له. وقعد قضى 6 شهور وخرج، ورجع اتخذ، خدوه يوم 19/11، خدوه من البيت الساعة 1، وقضى شهرين، وبعدين خد إخلاء سبيل بكفالة، دفعنا الكفالة، وبعد الكفالة راحوا فاتحين له قضايا يعني، وضاه دمه ورجع تاني بعد دمه، قعد حوالي 4 أيام أو 5 أيام، رجع المديرية في الفيوم ومركز الفيوم، ورجع تاني بعديها قعد 3 4 أيام ورجعه مركز سنورس. وفضلوا بقى من الفترة قعد شهر كامل وهم عمالين كل يوم يفتحوا له قضية من محاضر من المحاضر القديمة اللي هي كان خد فيها براءة، اللي هي كانت المرة الأولانية في يوم فض رابعة. بعد كده ده كل يوم ياخدوه ويودوه المحكمة، مرة محكمة سنورس، مرة محكمة الفيوم، وياخد فيها عبارة عن محاضر، ياخد فيها كل يوم إخلاء، حتى ما بيتعرضش، هما ياخدوه ويودوه ويعرضوا المحضر وياخد فيه براءة. طبعا بعد كده قعد مدة، عملنا طبعا محضر للمحامي العام، واتسألنا فيه، وبعد كده على أساس إن هو يعني محبوس بدون وجه حق. بعد كده طبعا قعد بعد فترة خد خلاص يعني، عملوا له فيش وتشبيه وخلاص هتخرج ومش هتخرج والكلام ده، وخلص كل الإجراءات وهو هيخرج. رئيس المباحث قال له لا أنت ما أنتش خارج، لا قال له كده أنت ما هتخرجش. تاني يوم كانوا بقى في الوقت ده كله، الفترة دي كلها كانوا مستنيين عشان يعملوا ضبط وإحضار في قضية حرق المحولات في شهر 7، احنا مش عارفين أساسا. طبعا المدير بتاع الشبكة واللي كان العاملين اللي كانوا موجودين هناك قالوا الأسامي ديت اللي محطوطة دي احنا ما نعرفش عنها حاجة خالص ولا شفناها. والأدهى بقى طبعا اللي كانت صدمة بالنسبة لينا، إن عند محمد ابني عمره لسه هيكمل إن شاء الله في شهر 5 9 سنين، انه محطوط في القضيه دي، والقضيه متحوله للمحكمه العسكريه. يعني ده دليل على ان احنا لا في دوله قانون ولا في قوانين بتحكمنا، ولا احنا عارفين، احنا مش عارفين نروح لمين اساسا. يعني حتى القوانين اللي هم وضعوها بايديهم ما بيحترموهاش، مش عارفين يعني، هم يعني نسوا الله فانساهم انفسهم. هم فاكرين يعني، انا رحت المركز من ضمن رايحه اودي اكل لزوجي، فالضابط قاعد يعني بيدخن وقاعد مع اللي موجودين، وبعدين بيقول لي انت عارفه انت داخله لمين؟ فبقول له لا انا ما، فذهلت طبعا انا داخله لمين؟ ده راجل بدرجه وكيل، كان وكيل وزاره. فقال لي انت من مكان ما جيتي اطلعي، مش هندخل اكل، وروح اشتكينا. فانا بقول له اشتكيكم لمين؟ قال اشتكينا للجماعه بتاعكم، الكبير بتاع الجماعه بتاعكم. قلت له انا مش هشتكي للجماعه، انا هشتكي لله سبحانه وتعالى. قال اشتكينا، يعني حتى جرأتهم على الله عز وجل. وما تنساش تدعو علينا. قلت له حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرجت طبعا، حتى الاكل، مجرد الاكل احنا مش عارفين ندخله. وصدمت ساعه المحامي بيتصل بيا وبيقول لي انت عندك عبد الرحمن، عندك محمد؟ فبقول له ايوه عرفت. قلت له ده محمد ابني، ده لسه ما كملش تسع سنين، في سنه ثالثه. فيعني حاجة يعني من المضحكات المبكيات زي ما بيقولوا، ما احناش عارفين يعني، حسبنا الله ونعم الوكيل. وان شاء الله ده دليل على التلافي والحاجات اللي بيلفقوها والقضايا والتزوير، وان شاء الله ربنا بإذن الله نهايتهم قريب ان شاء الله تعالى. محمد مجدي محمد طلب في سنة تالتة ابتدائي 9 سنين، وفي سنة تالتة ابتدائي والله ما اعرف ولا اي حاجة عن، كانت ولا بطلع مزيلات ولا بطلع اي حاجه. طب وانا عملت لزامبيا ولا حرقت ولا محاضر؟